أداء الجوق الجهوي لمدينة العاصمة فئة أواسط بقيادة السيد مقداد غروب. هذا الفنانين البارع اللي شاركوا في هذا الحفل هم من جمعيات مختلفة، وهم جمعية المنار من شرشال، جمعية يوسفية من مليانة، جمعية الجنادية من بوفاري، جمعية زيرية من مليانة، جمعية الغرناطية من قليعة، أندلسية من بليدة، معهد الموسيقى بالأبيار، والكوربية من العاصمة. نشكرهم على هذا الأداء الرائع والموسيقى اللي أطربونا بها، أصواتهم العذبة سرت وفرحة أذان كل المستمعين. نتمنى أنهم عجبوكم، والآن أعطوهم تحية حارة. ويبقوا في هذا الفن الأصيل، احنا نقدموا لهم شهادات تقدير. ونخليكم الآن مع مدير الجوق الوطني للموسيقى الأندلسية السيد رحماوي عيسى. ميكرو